السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله سلسلة جديدة. في نهاية الدرس إن شاء الله نعرف إزاي نتعامل مع البرنامج ونكون ويكون عندنا أوبجكت بهذا الشكل. الموضوع إن شاء الله هيكون بسيط، ودرس النهاردة هيكون سهل وبسيط بإذن الله. طيب أنا مبدئيا هلغي هنا Stimulation ونبدأ ملف من بداية. هضغط Delete فأصبح عندي بهذا الشكل. طيب دي كده القائمة ديت، معناها ان في هنا قائمة على اليسار قائمة 3D وعلى اليمين قائمة 2D. لو ضغطنا 2D فقط على ايكون 2D فمعنى كده ان هيظهر عندي فقط قائمة 2D، 3D هيظهر عندي 3D. هنا الاثنين فليبد او الاثنين في نفس الشاشة على زي ما احنا شايفين. طبعا دي الهيستوري، هنا البروبرتي. طيب مبدئيا عشان ارسم خلينا اول نتحدث عن الفيوبورت وزي زي موجود في اي برنامج 3D ازاي نتعامل مع الفيوبورت. فهو هنا في البريفرنس او من السيتنج يوزر سيتنج في الفيو كنترول، انا عندي هنا انا مختار مويه، ده الاقرب ليه. فانا ممكن لو حد بيتفاعل اكتر بيستخدم ماكس فيختار ماكس بحيث بيكون البان والزوم والروتيت زي الماكس. التابلت ده بنستخدم جرافيك تابلت ريجولر ماوس. طيب طبعا ممكن يكون ممكن يتم تعديل هذا الكلام. فالريجولر ماوس فممكن نقول ان الت مع ليفت كليك والزوم وليكن alt مع ليفت روتيت رايت كليك هنا تمام، وهنا الميدل ده كده احنا عملنا يوزر برسيت. ده كده هيكون عندنا الرايت كليك روتيت، الالت وليفت كليك زوم، وهنا الميدل ماوس بان. فانا الكلام ده طبعا مش ماشي مع المنطق، فانا متعود على الماية ده كده اقرب ان الزوم الروتيت ده روتيت زوم وده بان. زوم ان وزوم اوت ده الروتيت وده البان عن طريق الت. يبقى الت مع ليفت كليك رايت كليك ميدل ماوس. طيب مبدئيا ازاي نرسم اوبجكت في الفراغ او في 2D. انا كده رسمت مربع بابعاد معينه، انا عايز اغير الابعاد ديت. ممكن طبعا من قائمه الروبرتس نغير الابعاد. هو بيقول هنا 2D لينس الطول 500 سنتي. طيب انا هضغط ديليت مرة تانية ليفت كليك، فهنا يكون الطول 50 والهايت وليكن 40. طيب هو هنا الاوبجكت فين؟ الاوبجكت فوق هنا كده، فخلينا نحرك. طيب طبعا الجزمو زي اي برنامج ممكن نحرك في الاكس او في الواي او في الزد. انا ممكن طبعا اجي في التوب فيو، ده التوب فيو، احرك يمينا ويسارا والاعلى والاسفل. اعتقد مش ده الاورثو، افترض يكون في اورثو جرافيك. ده طبعا الرايت، ده الفرونت. ممتاز جدا. طبعا ما فيش سكيل لان احنا رسمين بابعاد معينة فما فيش سكيل. طيب مبدئيا هنا هنتكلم بعد كده عن ازاي نزود الدنسيتي في السين.
طيب خلينا نتحدث عن أول سيموليشن. فأنا لو ضغطينا كده فلاقي ألاقي هنا ال ديت بت القماشة ديت بتقع على الأرض، وأنا ممكن طبعا أحركها بهذا الشكل. تمام، طول ما هنا دي موجودة فالسيموليشن شغال. طيب هرجع تاني، كنترول زد، هنتحدث بقى عن البن. فأنا عندي هنا اختار بالبن، ماشي، هروح هذا الفرونت، اقول ان ده كده اول بن، ده تاني بن، ده الجزء ده تالت بن كده. خلينا نختار سيميليشن ونشوف اللي هيحصل. سيميليشن run simulation. طيب بحرك كده الأجزاء ديت، بيبقى شبيه عندي بالستارة. طيب هنلاحظ ان التفاصيل اللي عندي او الكواليتي مش اعلى حاجة، فانا بختار الاوبجكت نفسه وبزا هنا اقللها، وليكن تكون 12 او نخليها 8. طبعا في عندي ليميت ما ينفعش اقل عنه، فلو حتى لو كتبت مثلا وليكن 2، معنى طبعا هنا لو السيميليشن بيكون عندي زي ما شايف الكواليتي اعلى، او حتى الكواليتي اعلى من الاول. ده كتبت هنا وليكن 50، فالكواليتي هتكون ضعيفة جدا. طيب زي ما احنا شايفين، فالنسبة عندي حتى لو قلت 5 يقول لي لا انت اخرك لو قلت 5 وسيميوليت. في طبعا كل ما يكون الكوميدي اقل كل ما يكون الكواليتي اعلى، لكن على حساب السرعه. طيب مبدئيا بعد ذلك هنتحدث عن الستيتشنج. طيب هحذف انا الجزء ده، هنحذفه ونضيف هنا مربع وليكن 50 في 50. المربع ده كنترول سي كنترول في مع الشيفت، واحد كنترول سي كنترول في، اتنين كنترول في، تلاتة كنترول في، أربعة كنترول في، كنترول سي كنترول في. ممتاز جدا. طيب هو عندي في التو دي تمام 6 أوجه، المربع عندي زي ما انا زي ما عندي اصلا في الاساس. فمفترض اني هعدل طبعا في قائمه ال 3D، هعدل الاوجه دي. فطبعا اللي يهمني في جزء مهم جدا اللي هو النورمال. فالجزء الابيض ده هو الاوتر، والجزء الجراي هو الانر، فكل الاوجه البيضه تكون بالخارج. فعندي ده كده هعمل له روتيت 90 درجه حول الزد حول الزد، ده التوب،
طيب دلوقتي عندي انا عدلت طيب في عندي هنا اول اداة هلغي هنا لما انا نسخت كل الباترن ديت ففي عندي اداة اللي هي الان ديت سيجمنت سيونج بوصل بختار وبوصل من كل قطعة التانية كالتالي انا اخترت كل وصلت كل القطع اخترت الكل والبرجر عندي كان صفر خليه وليكن 5 4 بحيث يكون الكيوب لو خليته لو كان ده صفر فنشوف اللي يحصل ده اللي يحصل فانا عادي يكون في برجر وليكن على الاقل 4 او 5 فده اللي يحصل مع مراعاة يكون كل الفيسز النورمال يكون مظبوط. طيب في نقطة تانية انا لو اخترت اي جزء وليكن ده كده انا زود الكواليتي تكون وليكن 10 البرجر هيكون وليكن 4 مظبوط. طيب اخر نقطة في درس النهاردة ان شاء الله هي الفولد. انا بختار من الان والبي ده السيونج ده الاديت انا اخترت وليكن اي سيم زي ده كده وليكن فانا ملاحظ ان اللي هو الخياطة نفسها للداخل انا لو عايز الخياطة تكون للخارج فهزود السترينث شوية هتكون وليكن 10 وهكتب هنا دي وليكن 360 او 300 من 180 ل 360 فلاحظ ان الخياطة خليني اختار الكل و من هنا اختار الكل الفولد الفولد انجل هزود سترينث شوية والفولد انجل هزودها شوية طبعا اصبحت للداخل هكذا ودي بتتحكم في السترينث ودي بتتحكم في الفولد انجل. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.